مساءكم بغداد. من صيد جائر وضع الكاره صنارته في مياه دجلة واصطاد الروح قبل أن يسرق الماء. من صيد جائر إلى صيد عابر إلى صيد ماكر، وما أكثر الصيد في مزارعنا وغاباتنا ومحاصيلنا. صيد من نوع آخر يصيد مشاريع السياسة والكياسة، لكن هناك صيد ثمين من طراز عريق أنيق يبقى العراقي يعزف الشموخ فوق القمم. أهلا بكم في العراق وقصص أخرى. إلى العناوين: الناصرية تغلي، المهم تحديد المقاييس بالتفصيل الدقيق. عيد الجيش وعيد الشرطة، أعياد البطولات مستمرة. الفقر والجوع، متى نعيد المال المسلوب ومتى تظهر الحقيقة؟ يقول المثل الشعبي العربي المعروف: ضربني وبكى، سبقني واشتكى. وهذا ما يحدث في معايير السارق، خصوصا عندما يسرق قوتنا ثم يسبقنا إلى منصات الأقلام وغرف الصحافة ويقول إننا نمد يد المساعدة للعراق، لكننا نواجه الخبايا ونكشف الخفايا ولو بعد حين. دخلت الفوضى غرف الكونغرس، دخلت بالموت، وصدم العالم أجمع. لكن البعض ترك كل المشهد وبدأ بالقول إن أمريكا تدعي الديمقراطية، فانظروا ماذا حصل فيها. قتلت أشلي بابيت وثلاثة آخرون أيضا. أين؟ تحت سقف الكونغرس الأمريكي. بدأت القصة باقتحام الكابيتول قبيل الإعلان الرسمي عن الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية. تسرعت الأحداث بعدها بمشهد وحد شاشات العالم لم يسبق من قبل أن حدث في تاريخ أمريكا الحديث، وأنثقت كاميرا البث المباشر ما صنع صدمة عند معظم المتفرجين على الحدث. النظر بدقة، لماذا لم يشاهد أن الموت هو معيار انقلاب الأمور على إنسانيتها؟ اللبيب من الإشارة يفهم. تعلي الرئاسات الثلاث كلمات البطولة في مئوية الجيش، وله منا الصمت أمام بطولاته العظيمة، فالكلام مهما كان أو يكن قليل بحق أرواح ضحت لأجل من؟ لأجل العراق. هو الجيش العراقي الذي يواجه المؤامرات تلو المؤامرات، لكنه بالنهاية صامد مهما جرى. اليوم ليس كأي يوم، ينطق السلاح وصاحبه يقول إن ها هنا باقون. اليوم يتزين الوطن وبغداده وتفرح العيون، اليوم 100 من البنادق. قرن يرفع شعار الجيش ورايته 100 في كل عام، من أعوامها كالبندقية يفخر العراق بجيشه ببسالة وحمية. تعلو الراية نيشانا على أكتاف جنوده والتحية، فسلاما على أرواح من ضحوا ليبقى العراق. ليبقى العراق، ليبقى العراق بجيشه يجدد البيعة لألف بعد المئة. فتزيني بغداد بفرحة قرن لجيشك الأبي، لا ينكس راية البلد، فتحية لك يا جيش العراق. No!
استعراض عسكري مهيب يعيد الفخر للمفتخرين ويعيد الأمل للعراقيين. لم تهدأ بنادق الجيش العراقي منذ بزوغ فجره في الزمن الملكي تحديدا في 6 من كانون الثاني عام 1921، حيث أعلن عن بداية مشوار الجيش الذي توحدت فيه لغة الدفاع عن الثرى وحرائر الوطن ومستقبل أجيال الرافدين. لم يأتي تصنيف من فراغ، بل كانت الهمة والبسالة سيدة ساحات الوغى حين بزغ فجره منذ بداياته. اليوم تأتي رسائل الشرطة في عيدها 99 بإعلاء كلمة العدل والقانون والرحمة للشهداء، فلا مكان للفوضى أو الفتنة المغرضة بين عراقي بزي عسكري وعراقي مدني، كلنا في حب العراق سواء. للأسف الأوضاع اللي جاي يصير حاليا جاي يصير زعزعة بيننا وبين المواطنين، والنظرة ما أعرف شنية، لكن احنا نحاول نمد يد المساعدة للمواطن قبل أو بالقوات أو قبل أصناف القوات الأمنية أو جماعتنا. احنا نقول لهم احنا إن شاء الله إيد واحدة. سور الوطن ودرعه المتين، قصص البطولات والتضحية سطروها بدمائهم، فالطمأنينة تنبت بوجودهم. 99 عاما حملت القوات الأمنية على أكتافها هموم المواطنين وقدمت المزيد من العطاء في كافة الميادين، ولا مكان لمن يود صنع الفرقة بين شعب العراق وسوره الأمين. أما بعد، فإن الناصرية تحدثكم بما انتشر من مقاطع تدمي القلوب. بعد حين تعود الحكاية لأول فصل من فصولها، حيث الدم رائحته القاهرة ولغته الماكرة لكنها الفتنة. فاعلموا ماذا تصنعون. اليوم تواجد جمهور محافظة كربلاء في ساحة الأحرار مساندة لأخوانهم التشرينين في مدينة ذي قار الجريحة لما تقوم به هذه الأحزاب من شتى وسائل، خصوصا الوسائل الأخيرة التي قاموا بها من تقطيع جثث بعض من الناشطين وتفجير بيوتهم. هذه الأساليب لم يقم بها حتى داعش اللعين. الناصرية والبصرة وبغداد وكربلاء وكل المدن حدث أنها الأولى في انتصار العقل والوعي على كل ما سبق من نزف للجراح والخسارات. هنا ذي قار، أسابيع فصلت بين فورة غضب وأخرى. ساحة الحبوبي مركز غليان الاحتجاج المعهود في كل جولة انتفاضة أو فورة غضب، تتكرر الأحداث في منظور المخاوف من ركوب موجها على يد مستغلين لتحقيق نفوذ أو إشعال فتيل أزمة قد تعصف بجهود تحقيق العدالة في شوارع العراقيين. تأكيد سبق أن حدث ويعاد من جديد، لا لمسلسل الاعتقالات، وهذا لسان رئيس مجلس الوزراء. الفقر، لو أنه رجل لقتله الكاره له، لكن الفقر اليوم قبيلة. وحدث أن أطفالنا اليوم يسلبون حريتهم، يسلبون أحلامهم، والنساء والرجال والشباب. لماذا؟ ربما ستكبر هذه الطفلة ذات يوم لتقتل الفقر بعد أن قتل فيها البراءة، أما هي فعراقية ولا صدمة من هذا. فالعراق اليوم أمام خارطة الأرقام النفطية يبتلعه الفقر بأرقامه المفجعة. فقر بيد من ومن الصانع له؟ أنتم تعرفون الحقيقة، أم أن البعض يعجبه الفقر ويعجبه كثرة الحديث بدون إظهار قول الحق على قول الزور؟ لكن إجابة العلاج الجذري تكمن في الحقائق المسببة أساسا للفقر والجوع، ملخصة في تغول الفساد واليد العابثة من الخارج، ما جعل وجه العراق حزينا سالبا منه مستقبل جيل ومستقبل بلد. يكشف مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ما يؤكد الحقائق المؤلمة، ويعلن أن فقر العراق قد يأكل نصفنا أو أكثر. حسب أرقام رسمية تتجاوز نسبة الفقر في بعض المدن العراقية 50%، ووفق المسح للفقر لعام 2018 فإن المثنى أصغر محافظات البلاد تعد الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 52%، والتي تليها الديوانية بنسبة 48%، وميسان بنسبة 45%، وذي قار بنسبة 44%. إذن دعونا نعود لبصيص أمل ونشاهد ماذا تريد الجهات الرسمية
أن تنشر من لغات الاحترام والمحبة. شلونك؟ تعال. شلون أمورك؟ لاس. اسمك انت؟ عباس. عباس شلونك؟ زين. أبوك شنو شان؟ بنت عادية. تشتغل أنت لما تشتغل؟ إي أنا أبيع شاي ما مدي أشتغل. من يوم تبطل؟ تومس. زين؟ تومس. وإذا أسمع نازل بالساعة تبيع شاي أسأل عليك. تومس. زين؟ وعد. راتبك ووضعك عليه. توم. زين؟ توم. أنا أرتب أمورك. أي سيد الله يوفقك. زين؟ عليك ويحفظك لعائلتك. حبيبي أنت. وأنا أحبك والله. عبوسي. آسي. أنا أقصد أصدقاء السبعة. أي توم. هناك خبر تورد إلى مسامعنا أن رئيس الجمهورية العراقي السيد برهام صالح اتصل بكم. نعم. وهناك تحديد موعد للقاء ربما. قبل نص ساعة فخامة الرئيس اتصل مهنئ ويعني احنا عندنا علاقة سابقة وهذا اجل الحقيقة اسعدني مكالمته وهذه المكالمة الدافئة بكل عبارات التقدير والاحترام وهذا الشيء يمكن يشكل معنويا اشياء مهمة جدا ان ما رئيس الدولة يتصل حتى يهنئ الشخص على جائزة يشعر انه هناك الحقيقة تعرف النجاح وين ما يكون بالعالم يبقى صدى الأهم هو في البلد في بلد الإنسان فأنا لما يجيني أي شيء من العراق فكيف إذا كان من رأس الهرم بالعراق أن يتصل مهنئا واهتمامكم واهتمام اليوم الإعلام والصحافة العراقية كان كبير جدا بهذه الجائزة وأهديها لكل شهداء العراق أهديها لكل المجتمع المدني بالعراق وللشباب الثورة اللي الآن يعني أهديها للشباب اللي ما زالت صورهم مرسومة على الجدران في التحرير. دعونا الآن نحلق في فضاء تويتر ولكن لن نحصل إلا على بعض التغريدات توافق مبدأ الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير لأن الأغلب من هذه التغريدات لا يتوافق مع احترام حرية الآخر وحرية التعبير وكما عودناكم في الساحل العراقية اخترنا العديد من هذه التغريدات حول الشأن العراقي تحديدا ولذلك سأستعرض لكم بعض هذه التغريدات التي انتشرت على الأكثر وسوما فعالية الأسبوع الماضي ومنها وسم ما يتعلق بالحديث عن الأحداث في الناصرية وعن ما يتعلق بالشأن الإيراني وأيضا القمة الخليجية ولكن استعرضنا بعض هذه التغريدات مثلا شعيب غرد بهذه العبارة كتب مواطن من أهالي الموصل على داره المهدم وهذا كان وسم الموصل ليست للبيع المهجوم للبيع كتب في إشارة منه أن بيته تعرض للبيع الله يكون بعون العراقيين وشاهد تغريدة أخرى لزوزايا ما أسمت نفسها على تويتر قبلة من فم العراق أطبعها على رأس كل جندي لم تغيره الانتماءات ولم تتلطخ يديه بدماء إخوته المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن والشفاء العاجل لجرحان الأبطال وعاش العراق وشعبه الصابر تحية فخر بوسم انتشر بشكل فاعل جدا الجيش العراقي 100 عام من التضحيات أيضا كان هذا الفيديو متبع بهذه التغريدة نشاهده معا تعبانين العراقي شنو والغيرة أنا مو صاب مال الرجال اللي نقاتل بعدك شوية العراقي شنو العراقي شنو والدمني العراقي شنو أيضا على تويتر ياسر غرد الجيش يقف ضد الظلم في الناصرية العظيمة وهذه أحداث الناصرية أيضا هذه التغريدة أتبعت بهذا المقطع نشاهده معا كانت هذه أبرز التغريدات حول أبرز القضايا في الأسبوع الماضي وأي تغريدات أو اقتراحات أرسلوها كما عودناكم دائما على منصة اليوتيوب الرسمية أو تويتر الرسمية لقناة التغيير.
قبل الختام، هناك حديث كامن في القلب قد لا يخرج بسهولة، فبعض الحقائق فاضحة وبعضها جارحة، لكن لابد من يوم نجرح فيه لكي نعيد حقنا المسلوب. كتب أحدهم ذات ليلة: أحب العراق ولو على شق تمرة، فلا شيء يعيد لكم ما يشبه العراق، ولو كانت أموال الدنيا وأسلحتها، فلا بيع للوطن إذا كنت تريده. أستودعكم الله.